تنفيذا لقرار المجلس السياسي الأعلى للعفو العام، اللجنة الفرعية بمحافظة صعدة تستعرض في اجتماعها الأول مهامها وتقرر تشكيل لجنة لاستقبال الطلبات ودراسة الحالات المنظورة أمامها. تنفيذا لقرار المجلس السياسي الأعلى للعفو العام، اللجنة الفرعية بمحافظة صعدة تستعرض في اجتماعها الأول بحضور رئيس اللجنة وأعضائها مهام وأعمال قرار العفو العام وما يتعلق بالمقرر بهم والموقوفين. رئيس اللجنة تحدث بكلمته في الاجتماع أن قرار الإفراج جاء من باب حرص الجميع على المصالحة الوطنية، آملا منهم الاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى أهاليهم أشخاصا صالحين لأجل الوطن. في هذا اليوم قمنا بتدشين أول جلسة للجنة العفو الرئاسية للمجلس السياسي الأعلى في محافظة صعدة. نغتنم في هذه المناسبة أن ندعو كل المغرر بهم العودة إلى جادة الصواب وإلى أحضن الوطن والإقلاع عن عملهم السيء والعودة إلى الحق أو الرجوع إلى الحق فضيلة، وبهذا يكونوا قد ضمنوا حياتهم ويكونوا قد ضمنوا مستقبلهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. رئيس فرع المؤتمر في المحافظة وعضو اللجنة دعا إلى تسهيل المهام للإفراج عن السجناء وتعاون وزير العدل مع المحافظة في توفير احتياجاتها في القضاء. نتمنى من الله العلي القدير أن يوفقنا وأن يلم شمل اليمنيين، كما نتمنى من الجهات السلطة المحلية في المحافظة التعاون مع اللجنة لتسهيل مهام السجناء، ونطلب من الأخ وزير العدل والأخ رئيس اللجنة العليا بالتعاون معنا بتزويد المحافظة ما تحتاج من قضاة للبت في القضايا المتعلقة نظرا لتراكم المساجين في السجون. الاجتماع يقر تشكيل لجنة لاستقبال طلبات العائدين ومناقشة قضايا الموقوفين، وكذلك متابعة عمل اللجنة العامة ودراسة الحالات المنظورة أمام اللجنة. ما زالت اللجنة المكلفة في محافظة صعدة للنظر في قضايا الموقوفين تبدأ أولى جلساتها وتشكل لجان للمتابعة، وما زال أهالي الموقوفين منتظرين النزول الميداني وبذل الجهود الحثيثة لإطلاق من تقر اللجنة لهم بذلك. محمد السياغي، قناة اليمن اليوم، محافظة صعدة.